الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذه قافلة من قوافل الخير في صكوك الأضاحي تصل إلى مديرية أوقاف البحيرة بتاريخ اليوم السبت الموافق 17 من أكتوبر 2020، وتحمل 3 أطنان من اللحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجا تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي ومن باب التعاون الذي أمرنا به الإسلام. حفظ الله مصر رئيسا وجيشا وشعبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اليوم السبت 17 من شهر أكتوبر 2020، تم وصول سيارة لحوم الأضاحي 2 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر المستحقين لها، وهي الدفعة 18، ووصلنا الآن حوالي 58,000 كيلو بفضل الله عز وجل. ونشكر السيد الأستاذ الدكتور معالي وزير الأوقاف على جهده المتواصل، جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. النهاردة 17/10/2020 وصل اسكندرية دفعة رقم 16 وهي 4 طن، وبكده يكون وصل للإسكندرية 60 طن، وعلى بركة الله نبدأ التوزيع إن شاء الله.